كلام ما بيعبر نحن قديش فرحانين انه هن صحوا ومعاد بهون شيء وكتر خير الله. يعني اجمل شيء شفناه هلا كيف ماشيين على المسرح، كيف مبسوطين وفرحانين، فرحه بعيونهم. يعني مجرد نشوفهم عم يضحكوا وعم بيناتهم انتم مبسوطين هيك، ما بعرف انا بنبسط شخصيا. خاصة نحن جايين من صوفا لهون نشوف هيك نشاط. يعني هو حدث جسد المعنى الحقيقي للحب والشجاعة، حدث أراد أنه يمنح الأطفال المصابين بالسرطان تجربة ما بتنتسى، هدفها تعزيز الفرح والأمل. فللسنة الثالثة على التوالي تنطلق حملة ABC أشرفية Shine with Hope بالتعاون مع مركز سرطان الأطفال بلبنان، حيث قدم 30 طفل من المركز عرض أزياء على خشبة المسرح بوجود جمهور كبير من الداعمين والمشجعين. جاي مع هادية وماما وبابا وحنعمل فاشن شو. أنا بدي أرقص ولبسة هيدا الدرس الحلو، شين تي شيرت وهيدا شيرت وهيدا بنطلون. حبيت التيابة، شي شعور كتير حلو أنه أنت تظهري وتشوف العالم كله عم يصورك ومبسوطين وعم يضحكوا لك. شفت الحماس عند الأولاد وحتى بفترات التحضير السابقة لليوم كتير محمسين كتير مبسوطين، وهذا الشيء بخليهم أكيد بيعطيهم فرح وبسط وبحسوا حالهم أنه هن عم بيشاركوا بإيفنتس مثلهم مثل أي طفل تاني. أكيد هذا الشيء كتير بيساعدهم نفسياً. لمدة أسبوع رح يخصص 2% من أرباح ABC أشرفية بقسم لباس الأولاد لدعم مركز سرطان الأطفال. أما الحدث فشارك فيه العديد من النجوم لأرادوا إظهار دعم وحب لأي نشاط إنساني. حلو كتير أقل شيء تعملي إنه تكوني موجودة مع هيك أشخاص سوبر هيروز هني والأطفال والتينيجرز، فأكيد أقل شيء أعملهم يكون موجودة بهيك إيفنت. إن شاء الله الأولاد ينبسطوا، أهم شيء الأولاد يكونوا مبسوطين والعالم يشوفون مبسوطين وهن يكونوا مرتاحين مع حالهم، هذا أكثر شيء بهمنا. قديش هالولاد عندهم القدرة والقوة يعني يتحملوا المرض ويتحملوا صعوباته وبنفس الوقت يقدروا يعطوا مثل اليوم حيشوفون. كثير بيأثر على نفسيتهم إنه العالم هالقد بيكونوا متحمسين تيشوفوهم، وهيك يعني أنا كمان بقول للعالم كلها تساعدهم. يساعدوهم وبالأخص يعني هيدا المركز اللي ما عنده انه طائفيه ولا عنده محسوبيات، بحاجه كثير حنان من الاهل مؤكد من كل العالم واول وحده انا.